بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه، فإنها تهدم الذنوب هدمة. العقيدة المهدوية هي من المسائل اللي يكثر فيها الأخذ والرد بين المذاهب الإسلامية، مع أن أصل الاعتقاد في فكرة الإمام المهدي هي من الأمور اللي مجمع عليها ما بين المسلمين، إلا أن الخلاف كل الخلاف صاير في موضوع كيفية تشخيص هوية هذا الإمام. والشيعة الإمامية مثل ما هو معروف عنهم ينفردون بالاعتقاد أن الإمام المهدي ولد وأنه ما زال حي إلى اليوم، وهذا الاعتقاد اللي هو غريب في نظر أهل السنة والجماعة هو الدافع الأساسي والمحرك لإثارة التساؤلات والإشكالات على معتقدنا بالنسبة للإمام المهدي، وهذا الشيء من حقهم، من واجبنا إحنا أن نكون مستعدين للإجابة على هذه التساؤلات. لكن في خطأ منهجي إحنا دائما نقع فيه في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع، اللي هو متى ما نجي إحنا نبدأ نبني عقيدة من عقائدنا، تلاحظ إحنا دائما أول شيء نسويه نروح لكتب السنة ونحاول نبدي معتقداتنا من كتبهم، وهذه المسألة من ناحية المنهجية خطأ. اللي المفترض إحنا نسويه في المرحلة الأولى أول شيء إذا نبي نبني أي اعتقاد نروح لكتبنا المعتبرة وإلى رواياتنا الصحيحة ونشوف أهل البيت شلون عرضوا هذه المواضيع، شنو الأمور اللي هم ثبتوها وشنو الأمور اللي هم نفوها. بعدين إذا أعطينا هذه المرحلة حقها نروح في المرحلة الثانية ونثبت أو نناقش أو ندور الأدلة في كتب السنة. إذا يصير تنزلون الصوت يكون أفضل. هذا الشيء إذا سويناه بهالطريقة راح يكون تصورنا للموضوع أعمق واختياراتنا للأدلة راح تكون أدق، وهذا اللي إن شاء الله راح نسويه الليلة. راح نحاول نبني معتقدنا ونعرضه من كتبنا إحنا. أما بالنسبة إلى السنة فإن شاء الله في المستقبل إذا صار عندنا فرصة نجي نطرح موضوع ثاني نعرض الروايات أو الأدلة من كتب السنة في إثبات هذا المعتقد، لكن تركيزنا اليوم راح يكون بس بالنسبة إلى التراث الشيعي. إحنا كشيعة نقدر نثبت موضوع الإمام المهدي عن طريق تراثنا ولا لا؟ إذا تلاحظ أدبيات الشيعة سواء كانت المحاضرات أو المناظرات أو المؤلفات راح تشوف أن دائما الشيعة يعرضون تركيبة، من خلال هذه التركيبة يثبتون أن الإمام المهدي ولد وأنه ما زال حي إلى اليوم. وهذه التركيبة مقدمة مؤلفة من ثلاث مقدمات ونتيجتين. المقدمة الأولى هي أن الأرض ما تخلو من حجة، والمقدمة الثانية هي أن الحجج محصورين في 12 النبي عينهم بأسمائهم، والمقدمة الثالثة هذين الـ 12 اللي النبي عينهم راح يجون مو بطريقة متفرقة بالأمة بل راح يجون بطريقة متسلسلة واحد وراء الثاني، وآخرهم راح يكون الإمام المهدي. هذه هي المقدمات الثلاث. الشيعة يستنتجون منها نتيجتين. النتيجة الأولى هي يقولون بما أن الحجج محصورين في 12 وهم معينين بهذه الطريقة وفعلا راح يجون واحد وراء الثاني وفعلا جاءوا 11 إمام وكلهم استشهدوا، إذن النتيجة هي لابد يكون الثاني عشر ولد، وإذا كان الثاني عشر ولد والأرض ما تخلو من حجة وهذين الـ12 هم الخلفاء وبس ما في غيرهم، ما في حجج غير هذين، إذن لابد أن يكون الثاني عشر حي إلى اليوم. هذه هي النتيجتين اللي إحنا نستنبطهم من هذه المقدمات الثلاث. التساؤل هو التالي: هل إحنا عندنا مستندات كافية لإثبات هذه المقدمات الثلاث ولا لا؟ إذا نبي نثبت أي معتقد شرعي هذا المعتقد لابد يكون مستنداته إما روايات صحيحة أو روايات متواترة. شنو معنى روايات متواترة وشنو معنى روايات صحيحة؟ الروايات المتواترة هي الرواية اللي تجي عن طريق رواة كثيرين يستحيل تواطئهم على الكذب، إما يكونون من بلدان مختلفة أو مذاهب مختلفة أو اتجاهات مختلفة كلهم يروون نفس المضمون، بحيث احنا نقدر نقول ان ترى هذين الجماعه مستحيل يكونوا تواطؤوا كلهم على نقل هذه المعلومه، اكيد هذه تكون المعلومه صحيحه. مثل هذه الروايه نسميها متواتره وهي تفيد اليقين ويمكن الاحتجاج فيها. هذه بالنسبه الى الروايه المتواتره.
أما الرواية الصحيحة فهي هذيك الرواية اللي تكون سندها متصل ما بيننا وما بين المعصوم، ويكونون كل الرواة ثقات. إذا لقينا مثل هذه الرواية نسمي هذه الرواية صحيحة السند، وهذه تفيد الإطمئنان على الأقل، وهي تصلح للاحتجاج. تعالوا الحين للمقدمات الثلاث، نشوف هل هم ثابتين، هل في لهم روايات متواترة أو روايات صحيحة. نبدأ بالنسبة إلى المقدمة الأولى اللي هي أن الأرض ما تخلو من حجة. شلون احنا نثبت هذا هذه المسألة؟ دليلنا فيها هي الرواية المعروفة المشهورة اللي تقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الرواية شلون قيمتها الدرائية؟ هل هي متواترة وهل هي صحيحة؟ الجواب، هذه الرواية تبعتها في كتبنا فلقيت أن لها 26 سند، فإذا الرواية من ناحية يعني العدد هي متواترة، لأن الرواة إذا تراجعهم راح تشوف أنهم من بلدان مختلفة ومن اتجاهات مختلفة، بعضهم كانوا متهمين بالتقصير وبعضهم كانوا متهمين بالغلو. هذا لين تحط رواياتهم على بعضهم بعض فتشوف أن الرواية فعلا متواترة 26 سند. 19 من هذه 26 سند رواتها كلهم ثقات، فإذا عندنا 19 رواية صحيحة سند ولها 26 سند، فهي من ناحية العدد متواترة ومن ناحية الجودة هي صحيحة السند. اللي يبي يطالع هذه الروايات يرجع إلى هذا الكتاب، جمعت فيه هذه الروايات 26 وناقشت كل رواتها. الكتاب بعنوان لبقاء العالم على صلاحه، موجود على موقعي، اللي يبي صيغة البي دي اف يقدر يراجع كل هذه الروايات ويشوف توثيق الرواة كاملا، مريت عليهم واحد واحد وثبت صحة هذه الروايات. إذا نبي واحد من علمائنا المتخصصين اللي صرح بأن هذه الرواية متواترة وصحيحة السند، نقدر نرجع إلى الشيخ هادي النجفي في موسوعة أحاديث أهل البيت حديث رقم 2525. هناك يقول التالي، يقول والروايات في المقام على حد الاستفاضة بل التواتر كما لا يخفى على المتتبع البصير. فإذا هذه الرواية صحيحة السند وهي متواترة، والمقدمة الأولى هذه هي ثبتناها بأيسر بيان. تعالوا نروح للمقدمة الثانية اللي هي أن الحجج محصورين في 12، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الاثنى عشر بهذين المعروفين بأسمائهم. شلون نقدر نثبت هذه المسألة وهل لنا روايات متواترة وصحيحة فيها ولا لا؟ نقول عندنا عدة روايات موجودة في الكافي، بصائر الدرجات، كمال الدين للشيخ الصدوق وغيرها من الكتب. اللي يبي يتابع هذه الرواية ما يحتاج يتعب روحه، يقدر يرجع إلى هذا الكتاب اللي هو 40 حديث أو 40 حديثا معتبرا في النص على الأئمة 12 بأسمائهم للشيخ الدكتور أحمد المحوزي. الشيخ جمع لنا أكثر من 40 رواية في النص على أسماء الأئمة، وهذه الروايات أغلبها بل كلها روايات إما تكون معتبرة أو حسنة أو موثقة أو صحيحة، المهم تصلح للاحتجاج. وأقول هي أكثر من 40 رواية، ليش؟ لأن بعض هذه الروايات بروحها كل واحدة منها لها عدة أسانيد. مثلاً الرواية رقم 40 لها 26 سند بروحها، فإذا هي جزماً عندنا عشرات الروايات اللي تثبت لنا النص على الأئمة. والشيخ سهل علينا العملية، راح جاب سند سند وبعدين ناقش لنا الرواة وعرض إمارات الوثاقة على كل راوي. فالكتاب مجرد أن تتطلع عليه راح يثبت عندك تواتر هذه الرواية وصحة أسانيدها في كتبنا. فالمقدمة الثانية بعد نشوف أنها هي واضحة بأيسر بيان وثابتة بأيسر بيان. نروح للمقدمة الثالثة والأخيرة اللي هي أن هذين الـ 12 ما راح يجون مفرقين بالأمة، بل راح يجون بطريقة متسلسلة واحد وراء الثاني. شنو دليلنا على هذا الشيء؟ دليلنا الأول نفس هذه الروايات، إذا رجعنا لها راح نشوف أن النبي لما كان يسرد الأسماء يسردها بهذه الطريقة، كان يقول أول لأمة هو الإمام علي، وبعده ابناه الحسن والحسين، وبعده 9 من ذرية الحسين، وطريقة ذكر الأسماء يبين أنهم راح يكونون واحد وراء الثاني أو واحد ولد الثاني، فثبتنا بهذه الطريقة الاتصال. هذه طريقنا الأول. أما طريقنا الثاني فبعض النصوص النبي تنبأ مو بس بالأسماء، تنبأ أنهم راح يتلوا بعضهم بعضا وآخرهم راح يكون الإمام المهدي. أقدم هذه الروايات اللي موجودة في كتبنا حتى نثبت أن هي فعلا نبوءة، أقدم هذه الروايات هي الرواية اللي موجودة في كتاب سليم بن قيس صفحة 300 الباب 25 الحديث رقم 4. هناك النبي نص على حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عمر بن الخطاب سأله قال له أكل أهل بيتك؟ النبي قال له لا، ولكن أوصيائي أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر من ولده، هذا أولهم
أشار إلى الإمام علي، ثم ابناي هذان وأشار إلى الحسن والحسين، ثم وصي ابني يسمى اسم باسم أخي علي وهو ابن الحسين، ثم وصي علي وهو ولده واسمه محمد، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن مهدي الأمة، اسمه كاسمي، طينته كطينتي، يأمر بأمري وينهى بنهي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يتلو بعضهم بعضا واحدا بعد واحد شهداء الله في أرضه، حججه في خلقه، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا هذه المقدمات الثلاث ثبتناها بهذه الروايات المتواترة والصحيحة، والنتيجتين اللي نوصل من هذه المقدمات الثلاث اللي ثبتناها هي اللي قلناها، إذا كانوا الاثنى عشر راح يجون بهذه الطريقة المتسلسلة وفعلا جاءوا الاحدى عشر، إذا لابد الثاني عشر يكون ولد، وإذا الثاني عشر ولد والحجج محصورين في اثنى عشر والأرض ما تخلو من حجة، إذا لابد يكون الثاني عشر حي إلى اليوم. فمثل ما شوف أدلتنا جدا قوية، مقدماتنا قوية، والاستنتاج مثل ما تشوفونه. لكن مثل ما نعرف أن إحنا مو معصومين في النهاية، ممكن نصيب وممكن نخطئ، ممكن نكون إحنا متعاطفين مع هذا الاعتقاد لهذا ما قادرين نشوف الثغرات اللي موجودة في هذه الأدلة، يمكن يكون الثغرات موجودة بس إحنا ما قادرين نشوفها حتى نتأكد أن هذه العقيدة ما فيها أي ثغرة وأن إحنا استدلالنا اللي عرضناه هو استدلال صحيح. أفضل شيء نقدر نسويه نروح لمخالفيننا نشوف شنو ملاحظاتهم على هذه التركيبة وهذا الاستدلال، هل هم يقدرون يحصلون فيه أي ثغرات؟ إذا قدروا يحصلون فهذه راح يكون عندنا مشكلة ولازم نتعامل مع هذا الموضوع، لكن إذا ما قدروا يحصلون أو قدروا يحصلون مجرد تكلفات وإحنا قدرنا نعالجها فذاك الوقت إحنا سوينا اللي علينا وثبتنا معتقدنا بالأدلة العلمية. تعالوا خلنا نروح نشوف مخالفينا شنو اعتقادهم بالنسبة إلى هذه التركيبة. مخالفين عندنا أكثر من جهة، عندنا الزيدية قديما، وعندنا المعتزلة، وعندنا السلفية المعاصرين أشكلوا وألفوا كثير مؤلفات يشكلون على هذه التركيبة، ومؤخرا عندنا الباحث المعاصر أحمد الكاتب العراقي اللي عايش في لندن، هو سهل لنا هذه العملية، جمع كل هذه الإشكالات في كتبه ومحاضراته ومناظراته، فإحنا إذا رحنا لكتبه ومحاضراته وقدرنا نرد على كل الإشكالات اللي هو يذكرها ذاك الوقت نكون ردينا على كل هذه الجهات المعتزلة والزيدية والسلفية. فتعالوا خلونا نشوف أهم إشكالاته اللي هو ذكرها في كتبه ونشوف شنو هي الملاحظات اللي هو كان يسجلها على هذه التركيبة. أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي الجزء الثاني تحت عنوان المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية يقول التالي، يقول وقد ذكر المؤرخ الشيعي المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف إن أصل القول في حصر العدد لأما في 12 ما ذكره سليم بن قيس الهلالي، أصل الفكرة جاءت من وين؟ من كتاب سليم بن قيس، وكان كتاب سليم هذا قد ظهر في بداية القرن الرابع الهجري، كتاب سليم متى بدأ؟ في القرن الرابع، وأدى ظهور هذا الكتاب إلى تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري، أجل قبل القرن الرابع الهجري لا في اثنى عشرية ولا في فكرة الأئمة الاثنى عشر. يقول ثم بدأ الرواة يختلقون الروايات شيئا فشيئا، هذه الروايات اللي أنتم تستدلون فيها هذه كلها بدأت عقب القرن الرابع، أنتم بديتوا تفبركونها، شنو دليلك أن احنا بدينا نفبركها؟ يقول لاحظوا كتبكم راح تشوفون أن النصوص قاعدة تزداد عبر العصور، قاعدة تزداد عبر العصور. شلون؟ يقول مثلا إذا تروحون إلى الكافي، يقول ولم يذكر الكليني في الكافي سوى 17 رواية، ثم جاء الصدوق بعده بخمسين عاما ليزيدها إلى 34 رواية، ثم يأتي تلميذه الخزاز القمي ليجعلها 200 رواية. فيقول شوفوا شلون هذه العملية إذا دلت على شيء فهي تدل أن هذه الروايات كلها مفبركة والشيعة ألفوها بعد القرن الرابع. هذه هي أهم الإشكالات اللي أحين يشكلها على التركيبة. تعالوا نمر عليها واحدة واحدة نشوف هل هي إشكالات فعلا في محلها ولا أن هي تكلفات من عند أحمد الكاتب. أما بالنسبة للدعوة الأولى أن الروايات هذه كلها أصلها جات من كتاب سليم بن قيس
نقول هذه الفكرة هي خيال علمي. ليش هالكلام نقوله؟ لأن إذا نروح لرواياتنا اللي احنا نقلناها في النص على أئمة الاثنى عشر نلاقي أن بدون مبالغة 99% منها ما لها خص بكتاب سليمان بن القيس. هذا الكتاب اللي جبته على سبيل المثال كل رواياته بدون استثناء ما جاية من كتاب سليمان بن القيس، ولا رواية عن سليمان بن القيس جات في هذا الكتاب. فإذا اللي احنا نقول أن أكو هذا عندك أكثر من 40 رواية ما لها خص بكتاب سليمان بن القيس، فالدعوة الأولى ساقطة بكل سهولة. الدعوة الثانية أن أصلا هذه الروايات كلها بدت في القرن الرابع. شلون احنا نتعامل مع هذا الإشكال؟ نقول نفس الجواب، هذه الروايات لما نروح نراجعها نشوف أن هي مروية عن أصحاب الأصول. أصحاب الأصول مين هم؟ هذين أصحاب الأصول هم أصحاب الأئمة اللي كانوا عندهم مؤلفات نسميها أصول وكتب، في هذه الكتب كانوا هم دونين هذه الروايات. وكثير من أصحاب الأصول متوفين قبل ما ينولد الإمام المهدي سنة 255 للهجرة، فهذا كله يثبت لنا على أن هذه الروايات كلها موجودة قبل القرن الرابع، بل موجودة حتى قبل ما تصير الحيرة في زمان الإمام العسكري أو وفاة الإمام العسكري. على سبيل المثال من الناس اللي رووا هذه الروايات في كتبه اللي هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي اللي توفى سنة 251، يعني قبل 4 سنوات من ولادة الإمام المهدي، وقبل الحسن بن محبوب اللي توفى سنة 224 اللي هو قبل ولادة المهدي 31 سنة، وقبل محمد بن أبي عمير اللي رواها أو توفى هو في سنة 217 يعني 38 سنة قبل المولد، وحماد بن عيسى اللي توفى سنة 209 يعني 46 سنة قبل المولد، بل عمر بن أذينة اللي توفى سنة 168 87 سنة، بل سليم بن قيس اللي اختفى سنة 77 للهجرة، الحجاج كان يطارده واختفى وعطى كتابه إلى أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش نشر هذا الكتاب. متى اختفى سليم بن قيس؟ سنة 77 للهجرة، يعني 178 سنة قبل المولد. هذه الروايات كانت موجودة ومتداولة في أوساط الشيعة، لكن الجماعة يشكلون علينا بالتالي، يقولون لنا كتاب سليم بن قيس ما تقدرون تحتجون فيه، لأن هذا الكتاب اللي نقل لكم إياه هو أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش هو راوي ضعيف بحسب ما قال الشيخ الطوسي إنه هو تابعي ضعيف، فما تقدرون تحتجون بهذا الراوي أو هذا الكتاب سليم بن قيس. الجواب على هذا الإشكال بغض النظر عن وثاقة أو عدم وثاقة أبان بن أبي عياش، إحنا عندنا الإمارات الكافية لإثبات وثاقة هذا الإنسان، لكن إحنا ما محتاجين نسوي هذا الشيء. إحنا اللي نقوله هذه الرواية بالذات والاستدلال بكتاب سليم بن قيس بالذات، وهذه النقطة بالذات تحرج كل المذاهب الإسلامية إلا الإمامية. ليش؟ نقول تعالوا شوفوا، أبان بن أبي عياش توفى سنة 138 للهجرة، يعني هو كان ناشر الكتاب قبل هذه السنة. عمر بن أذينة وغيره من الفقهاء اللي كانوا عندهم هذا الكتاب ونشروه، كل هذا صار قبل سنة 138 للهجرة. هذا معناه أن أبان بن أبي عياش آخر إمام عاصر إمامته هو الإمام الصادق، لأن الصادق توفى بعده بعشر سنوات يعني سنة 148 للهجرة. سؤالنا هو التالي، شلون أبان بن أبي عياش قدر يعرف أن الإمام بعد الإمام الصادق ما راح يكون إسماعيل، ما راح يكون عبد الله، ما راح يكون محمد، هو الإمام الكاظم، وسجل هذه المعلومة في كتابه؟ بل شلون يعرف أن الإمام الكاظم كان راح يجي له ولد اسمه الإمام رضا، والإمام رضا بعد ما انولد؟ وشلون عرف بالنسبة إلى الإمام الجواد؟ ونفس العملية بالنسبة إلى الإمام الهادي والإمام العسكري، هذه الأسماء شلون أبان بن أبي عياش قدر يعرفها؟ الجواب ما عندنا إلا الجواب أن نقول أن أبان بن أبي عياش أخذ هالمعلومة من سليم، وسليم أخذ هالمعلومة من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين أخذها من النبي، والنبي أخذها من علام الغيوب. غير هذا الجواب ما عندنا، ما تقدر تحصل تفسير لهذه الظاهرة إلا هذا الجواب. فالمقدمة الثانية أو الدعوة الثانية لأحمد الكاتب بعد الدعوة مو ناهضة. نجي الحين للدعوة الثالثة اللي هي سالفة أن الروايات في كتبكم قاعدة تزداد. الكليني رواه لكم 17 رواية، الصدوق بعد 50 سنة رواه لكم 30 رواية، الخزاز القمي بعد رواه لكم 200 رواية. هذا كله مؤشر على ازدياد النصوص. شلون نجاوب على هذا الإشكال؟ الجواب هو كالتالي، نقول حتى يتم هذا الإشكال اللي لازم يسوي أحمد الكاتب هو أنه يثبت لنا أن الكليني يوم روالنا 17 رواية ما كان عنده غير هال17 رواية، وأن الصدوق يوم روالنا هال30 رواية ما كان عنده غير هال30 رواية. ذاك الوقت نروح للخزاز القمي ونقول له على قولتهم من أين لك هذا؟ من وين جبت لنا هال200 رواية؟ والصدوق ما كان عنده إياها، والكليني ما كان عنده إياها.
ذاك الوقت يتم الإشكال. أما إذا ما قدر يثبت هالمقدمتين فإشكاله غير تام. وإذا تروح للقرائن كل القرائن هي عكس كلام أحمد الكاتب. شلون؟ تعالوا نشوف له الكليني. الكليني في الكافي نقل لنا هذه الروايات في باب النص أو في كتاب الحجة. وكتاب الحجة هو في مقدمة الكافي قال لنا عندنا المعلومة التالية، قال: ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، وأرجو أن يسهل الله عز وجل إمضاء ما قدمنا من النية، إن تأخر الأجل صنفنا كتابا آخر أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى. هذا قاله في مقدمة الكافي صفحة 9. فهني أكد لنا أن الكليني يوم جاب الروايات 17 هذه تروه ما جاب كل الروايات الموجودة عنده، ويقول إن شاء الله إذا الله طول العمر رح ألف كتاب ثاني أجيب هذه الروايات البقية اللي أنا ما جبتها. والكليني توفى في نفس السنة اللي هو انتهى منها من كتاب الكافي، فما كان عنده الوقت أن يألف هذا التأليف. بس المهم القرينة صرح فيها هو في مقدمة كتابه. إذا نجي للشيخ الصدوق، شلون نعرف أن الشيخ الصدوق ما روالنا أو ما عنده إلا 30 رواية؟ كل الدليل اللي احنا نقدر نعتمده هو أن الشيخ الصدوق إذا نروح لكل كتب اللي موجودة عندنا اليوم اللي هي 16 كتاب ما نحصل فيها إلا 30 رواية. لكن التساؤل يبقى التالي: هل الشيخ الصدوق ما عنده إلا هذه الكتب 16 اللي وصلتنا، ولا في كتب غير هذه ما وصلت؟ تعالوا نشوف علماء السنة وعلماء الشيعة ايش يقولون عن الشيخ الصدوق. هذا الذهبي في سير علام النبلاء ترجمة رقم 212 كان يتكلم عن الشيخ الصدوق، يقول: رأس الإمامية، صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة، يضرب بحفظه المثل، يقال له 300 مصنف. الشيخ الصدوق كان عنده 300 مؤلف اللي وصل لنا 16، فما نقدر نبني على 16 ونقول ما عنده إلا 30 رواية. تعال الشيخ الطوسي في الفهرست ترجمة رقم 710 هناك يتكلم يقول عن الشيخ الصدوق، يقول: له نحو من 300 مصنف، وفهرست كتبه أو كتبه معروف، وأنا أذكر منها ما يحضرني. وبدأ يذكر أسماء هذه المصنفات، ذكر لنا 60، ذكر لنا 60 اسم. ابن شهر آشوب نفس الشيء، ذكرنا عنده 300 مؤلف وذكر لنا 70 اسم من هذه المصنفات. النجاشي في رجال النجاشي ترجمة 1049 ذكر لنا أسماء هذه المصنفات، واحدة من هذه المصنفات كان بعنوان كتاب إثبات النص على الأئمة. إذن شنو النتيجة اللي نوصل لها؟ أن الشيخ الصدوق كان عنده أكثر من 16 كتاب اللي وصلوا لنا، بل كان عنده كتاب خاص في النص على الأئمة 12. فنقول لو وصلت لنا هذه الكتب كان احتمال كبير أن يكون عنده حتى أكثر من روايات الخزاز القمي 200. أما يبقى الخزاز القمي، فمن وين جاب لنا هذه 200؟ نقول الموضوع جدا صار طبيعي حين، بل يصير المسألة طبيعية أكثر إذا نروح نشوف عنوان كتابه اللي أورد فيها هذه الكتب، اللي هو بعنوان كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 12. فاللي يثبت لنا من هذا الكلام أن الخزاز القمي كان في غرض استقصاء هذه النصوص، لهذه كانت الروايات اللي عنده أكثر من غيره، بينما البقية كانوا يختصرون هذه النصوص. فمثل ما نشوف الدعوة الثالثة لأحمد الكاتب بعد دعوة مو تامة، وهي مجرد يعني تكلفات من عنده. باقي عنده دعوة رابعة ودعوة خامسة، هذه هم الحقيقة اللي خطيرين، أما البقية هذه كلها سهلة الجواب عليهم. الدعوة الرابعة هي اللي يعيدها في مناظراته ويعيدها بعد في محاضراته، يكررها كثيرا. يقول: حيرة جمهور الشيعة تنفي وجود النص. أنتم تظنون أن كان في نص في القرون قبل القرن الرابع؟ لو كان هذا الكلام صحيح كنتوا أنتوا الشيعة ما اختلفتوا في النص على الأئمة، ما كنتوا اختلفتوا في الأئمة نفسهم. والحال الواقع التاريخي يثبت لنا أن الشيعة كانوا مختلفين في أئمتهم. شلون؟ يقول: طالعوا التاريخ راح تشوفون أن الشيعة بعد الإمام الحسين اختلفوا، بعضهم راحوا للإمام، بعضهم راحوا لمحمد بن حنفية، وبعضهم راحوا للإمام زين العابدين. بعد زين العابدين ناس راحوا إلى زيد، وناس راحوا للإمام الباقر. بعد الإمام مثلا الإمام الصادق ناس راحوا لإسماعيل، ناس راحوا لعبد الله، وناس راحوا إلى الإمام الكاظم. روحوا لشيعة الإمام العسكري، هذين الشيعة اللي مشوا عدل الإمام علي الحسن الحسين إلى الإمام العسكري. بعد وفاة الإمام العسكري شنو صار فيهم؟ افترقوا إلى 14 فرقة. فرقة واحدة منهم بس اللي آمنت أن الإمام العسكري كان عنده ولد أخفاه، أما باقي الفرق كلها فكان عندها آراء مختلفة.
فهو يقول هذا إذا يدل على شيء فهو يدل على أن جمهور الشيعة كان عندهم حيرة وما كان عندهم نص، وأن الشرذمة فقط اللي آمنت بأن الإمام العسكري كان عنده ابن أخفى، وهذا كله يؤكد لنا أن ما كان في نص إلى ذاك الزمان، وأن النص كله أنه وجد في القرن الرابع. هذا الإشكال شلون نقدر إحنا نجاوبه؟ الجواب هو كالتالي: المعلومة الأولى، بل هي المعلومة الأساسية، أن التاريخ يؤكد لنا أن اللي آمنوا بالإمام المهدي بعد الإمام العسكري، وأن الإمام العسكري كان عنده ابنا أخفاه، هذا لهم جمهور الشيعة، وأن اللي شكوا في هذا الموضوع كانوا هم الشرذمة. أحمد الكاتب يقول لنا شلون النصوص تقول أن كانوا الشيعة العسكري 14 فرقة بس فرقة واحدة اللي آمنت بالمهدي؟ الجواب نقول هذه الفرقة الواحدة هي جمهور الشيعة، وباقي 13 فرقة هم اللي كانوا الشرذمة، اللي كانوا شاكين وما كانوا عارفين بالنص. شنو الدليل على هذا الشيء؟ الجواب نقول روح لكل المؤرخين، اترك المؤرخين الشيعة، أنا راح أجيب الحين المؤرخين السنة، هم يأكدون لنا أن جمهور الشيعة كانوا معتقدين أن الإمام المهدي هو أو الإمام الحسن العسكري كان عنده ولد أخفاه. وين هذا الكلام؟ أولهم الذهبي تلميذ ابن تيمية في سيرة أعلام النبلاء جزء 13 صفحة 121 يقول: فأما محمد بن الحسن اللي هو الإمام العسكري فقد نقل أبو محمد بن حزم أن الحسن مات عن غير عقب، هذا رأيه الشخصي، إحنا نبي شهادته في الشيعة. يقول: وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابنا أخفاه. من هو اللي ثبت على هذا الشيء؟ جمهور الرافضة مثل ما يشهد الذهبي. تعلى ابن حزم في كتابه الفصل في الملل الجزء الرابع صفحة 77 هناك يبدأ يذكر لنا الأئمة الاثنى عشر، يبدأ من الإمام علي الحسن الحسين إلى الإمام الصادق. يقول: وهذا مذهب جميع متكلميهم، ويذكر أسماء هشام الحكم، هشام الجواليقي وغيرهم الأسماء. بعدين يقول: ثم افترقت الرافضة بعد موت هؤلاء المذكورين وموت جعفر الصادق، فقال الطائفة بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر، وقال الطائفة بإمامة ابنه محمد بن جعفر، لاحظ يقول وهم قليل، هذين اللي انحرفوا وكانوا قليلين. إنزين، وشلون بالنسبة إلى الإمام الكاظم؟ يقول: وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي. بعدين يقول رأيه الشخصي: ثم مات الحسن غير معقب فافترقوا فرقا. ما علينا، بالجمهور شنو هو رأيهم؟ وثبت جمهورهم على أن أنه ولد للحسن ابنا فأخفاه. فإحنا نقول هذا هو رأي فعلا جمهور الشيعة، مثل ما اعترف لنا الذهبي ومثل ما اعترف لنا ابن حزم. ابن حزم مرة ثانية يعيد في صفحة 138 ويأكد لنا نفس المعلومة، يقول: وقالت القطعية من الإمامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون والناظرون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن، يقصد الإمام المهدي، حي لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو عندهم المهدي المنتظر. هذه الشهادات كلها حطها كوم، والشهادة التالية كوم ثاني اللي هو أبو الحسن الأشعري. هذه الشهادة جدا ثمينة وقيمة. ليش؟ أبو الحسن الأشعري اللي هو إمام الأشاعرة كان معاصر للغيبة الصغرى، توفى سنة 324 وألف كتاب مقالات الإسلاميين سنة 297، فبالضبط زمن الغيبة الصغرى اللي احنا نتكلم عنها. شي يقول أبو الحسن الأشعري؟ يقول: فالفرقة الأولى منهم وهم القطعية إنما سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن علي وهم جمهور الشيعة، إلى ما يقول: وأن الحسن بن علي نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن بن علي وهو الغائب المنتظر عندهم، الذين يدعون أنه يظهر فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فإذا هذه النصوص كلها تأكد لنا شنو؟ تأكد لنا أن جمهور الشيعة كانوا معتقدين أن الإمام الحسن كان عنده ولد فأخفاه، وأن الشرذمة فقط هم اللي شكوا في هذا الموضوع. يبقى هذا الإشكال، الجماعة يقول لنا بس يمكن هذا الشرذمة كافية، لو كان فعلا في نص قبل القرن الرابع ما كان صار هذا الشتات، ولا أقل هذه الشرذمة كانت صرحت بهذا الشيء وما شكت هي كذلك. الجواب هو نقول إذا رحنا لتاريخ كل الأنبياء وكل الرسل بل كل الأوصياء، راح نشوف أن هذه الظاهرة تتكرر دائما، يكون هذين الأنبياء والأوصياء عليهم نص واضح، لكن لما يجي زمانهم الناس تشك في نبوتهم ووصايتهم.
بل تمتنع عن أو تكتم الحق في هذا الموضوع. وهذا الشيء صار مع كل الأنبياء مثل ما قلنا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه الرواية أو هذه الآية اللي صرح فيها القرآن الكريم، يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا النص على النبي كان موجود في التوراة والإنجيل. شلون كان موقف النصارى؟ القرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. إذا هم شخصوه، عرفوا أن هذا هو النبي فعلا، لكن شنو صار في الأخير؟ آمنوا فيه؟ كلنا نعرف أنه لا، كثير منهم ما آمنوا فيه. لا أقل نصارى نجران التقوا بالإمام وفي الأخير ما اعترفوا، التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخير ما اعترفوا بنبوته. ليش؟ القرآن أعطانا العذر، قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإحنا نقول الجواب هو الجواب، هذا اللي نشر ذمة، مو إن ما كانوا عارفين، هذا اللي نشر ذمة كانوا عارفين، لكن الترغيب والترهيب هو اللي دفعهم إنهم يكتمون هذه النصوص. فإذا إلى هنا ننتهي من الدعوة الرابعة، باقي الدعوة الخامسة والأخيرة خلاص، ويمكن تكون هذه هي أهم دعوة عند أحمد الكاتب. الدعوة هي أن مسألة الولادة بالنسبة لكم هي فرضية فلسفية وليست حقيقة تاريخية. يقول لاحظوا أنتم استدلالاتكم، شوفوا شلون أنتم ما جبتوا لنا أي دليل ملموس تثبتون من خلاله أن الإمام المهدي فعلا ولد. كل اللي أنتم قاعدين تسوونه تجيبون مجموعة مقدمات وتستنتجون منها أن الإمام المهدي ولد. فإذا هذه مسألة تعتبر فرضية فلسفية مو حقيقة تاريخية. الحقيقة التاريخية يجيبون لنا أدلة مباشرة تثبت لنا الولادة، وهذا أهم إشكال هو يطرحه، يقول لنا أنتم ما عندكم أدلة تاريخية في هذا الموضوع. الجواب على هذا الإشكال، نقول أولا بالنسبة إلى الفرضية الفلسفية، متى تكون المسألة فرضية فلسفية؟ لما يكون الاستدلال عليها ظني. فعلا الفلاسفة في كثير من الأحيان استدلالاتهم العقلية اللي يعرضونها هي مجرد استدلالات ظنية، مثل هذه الاستدلالات الظنية هي فرضية فلسفية، وهذه اللي احنا ما نحتاج فيها. والقرآن يقول لنا ان الظن لا يغني من الحق شيء، لكن الاستدلال اللي احنا قدمناه ما يعتبر فرضية فلسفية ولا استدلال عقلي ظني، بل هو استدلال عقلي يقيني بديهي. لان تاخذ هذه المقدمات الثلاثة تحطها في اي يد اي انسان راح يشوفه في النهاية يستنتج نفس النتيجتين اللي وصلنا لها. فاذا هي مو نظرية فلسفية، هي استنتاج قطعي يقيني. لكن إذا أحمد الكاتب يقول لا أنا ما أبي استنتاج، أنا أبي أدلة ملموسة تاريخية مباشرة تثبت لي الولادة، هل هذا الشيء عندكم؟ الجواب نعم. إحنا عندنا مو بس رواية، عندنا 8 طوائف من الروايات تثبت لنا ولادة الحجة بطريق تاريخي. شنو هي هذه الطوائف من الروايات؟ الوقت ما يسع أن نمر عليهم كامل. اللي راح أسويه هو راح أذكر بس هذه العناوين ومضمونها، وبعدين راح أشير إلى المصادر. وهذه الروايات أغلبها ترى صحيحة سند، وإن شاء الله راح أشير شلون نصحح هذه الروايات. الحين أذكر بس العناوين ومضامينها. شنو هي هذه الروايات اللي موجودة إحنا في كتبنا واللي تأكد لنا فعلا أن الإمام المهدي مولود من ناحية تاريخية؟ أول الطوائف الروايات هذه هي شهادة القابلة السيدة حكيمة اللي حضرت الولادة وشهدت لنا بالولادة. عندنا عدة روايات، أصح هذه الروايات اللي هي موجودة في كتاب المجدي في أنساب الطالبيين. المهم تثبت لنا الولادة، وهذا دليل تاريخي، القابلة تشهد لنا أن الإمام العسكري كان عنده ولد. الطائفة الثانية من الروايات هي شهادة الإمام العسكري نفسه اللي هي صارت عن طريق عدة عناوين. أول عنوان هو أن الإمام العسكري أخبرنا بالروايات الصحيحة بتاريخ الولادة، بل أخبرنا بوقت الولادة. كان يقول لنا أن الإمام المهدي مولود في 15 من شعبان سنة 255 عند طلوع الفجر. فهذا العنوان الأول اللي صرح لنا فيه أو شهد الإمام العسكري بأنه كان عنده ولد. الشهادة الثانية كانت أداء العقيقة. عندنا روايات أن الإمام العسكري لما جال الولد راح أدى العقيقة. الرواية تقول أن عقبي كذا وكذا شات، ووزع 10,000 رطل من الخبز و10,000 رطل من اللحم، وهذه كلها تصريح بالولادة. العنوان الثالث الإخبار برؤيته. كانوا يسألون أنت شفت الإمام المهدي؟ كان يقول الحمد لله الذي أراني الخلف من بعده أشبه الناس برسول الله. فإذن هو يصرح أنه شاف الإمام المهدي ويصرح بالولادة. العنوان الرابع اللي هو إخبار الأقارب بالولادة. عندنا مجموعة من الروايات، منها مثلا هذه الرواية اللي هي السيدة خديجة عمة الإمام تقول
أن الإمام العسكري لما جاء له ولد أرسل رسالة إلى والدته أم الإمام العسكري قال له ترى أكو صار عندي ولد، والسيدة خديجة تقول أنا شهدت هذا الشيء. فإذا الإمام العسكري شهد لمين؟ لعائلته والأقربين أنه كان عنده ولد. العنوان الخامس اللي هو إصدار البيانات في ولادته. الروايات تقول أن الإمام العسكري قبل ما يتوفى بسنتين صدر بيان للشيعة يقولهم ترى أنا صار عندي ولد، وقبل ما يتوفى بثلاثة أيام رد صدر بيان للشيعة يقولهم ترى أنا عندي ولد. أحمد بن إسحاق الأشعري يقول برواية صحيحة يوم الإمام العسكري طلع هذا البيان ما بقى شيعي لا رجل ولا امرأة لا صغير ولا كبير إلا وآمن بأن الإمام العسكري كان عنده ولد، والحيرة انتهت في هذيك السنة. فإذا كان في حيرة الحيرة انتهت بعد هذا البيان. العنوان السادس تسليم الوصية إلى الإمام المهدي بحضور والدته. عندنا روايات أنه هو جاب والدته وجاب الإمام المهدي وسلم الوصية بحضور الوالدة، والوالدة شهدت بهذا الشيء. العنوان السادس إخبار الناس عن كيفية الوصول إليه. ناس كانت تجي للإمام العسكري فتقول له أنت بعد ما تتوفى شلون نشوف الإمام بعدك؟ كان يقول احتمال تشوفونه في المدينة، وهذه رواية يصرح أنه هو الإمام المهدي مولود. العنوان الثامن والأخير بالنسبة إلى الإمام العسكري بروحه هو ذكر الحكمة من غيبته. يجون يسألون الإمام شلون ليش الإمام غائب وشنو هو السر من وراء إخفاء مولده، هو كان يعطيهم الحكم وهذا إقرار منه بالولادة. هذه كلها تندرج تحت شنو؟ تحت الطائفة الثانية اللي هي شهادة الأب. الطائفة الثالثة اللي هي شهادة من رآه في حياة أبيه اللي هو أحمد بن إسحاق الأشعري، يقول أنا التقيت مع الإمام المهدي وكان عمره 3 سنوات ونطق بلسان عربي مبين. إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري يقول كان عندي مسائل ما أعلن فيها لأحد، التقيت بالإمام العسكري أبي أسأله، جنبه كان ولد صغير، هذا الولد هو اللي بدأ يجاوبني بالأسئلة قبل ما أنا أسأل هذه التساؤلات، وبعدين في آخر رواية اكتشف أنه هو هذا الإمام المهدي. رواية ثالثة هي شهادة 40 رجل منهم الأجلاء من فقهاء الشيعة. عندنا رواية في الغيبة الشيخ الطوسي، في كمال الدين للشيخ الصدوق، عدة روايات. المهم صحيحة السند أن جماعة من الشيعة راحوا زاروا الإمام العسكري، عددهم كانوا 40، ونص على أسماء بعضهم، كلهم يقولون ترى إحنا في ذاك اليوم روانا الإمام العسكري الإمام المهدي. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة من الروايات هي شهادة من رآه بعد استشهاد أبيه من مين؟ من السفراء اللي هم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري. روايات صحيحة أنهم شافوا الإمام المهدي، وصفوا لنا مكان اللي شافوه وحالة عند ما شافوه، قالوا شفناه ترى متعلق في أستار الكعبة وكان يقرأ هذا الدعاء وسجلوا لنا الدعاء. الطائفة الخامسة شهادة من رآه بعد استشهاد أبيه من غير السفراء اللي منهم إبراهيم بن مهزيار. هذه رواية صحيحة السند، رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين عن محمد بن موسى أستاذة وشيخة الثقة، عن عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو من كبار فقهائنا وثقاتنا، عن إبراهيم بن مهزيار اللي هو فقيه من فقهاء الشيعة، كان عيلته هو علي بن مهزيار أبوه كلهم كانوا نصارى وأسلموا وألفوا الكتب، هو عند كتاب البشارات يخص موضوع النص على النبي. المهم هذا الإنسان الفقيه التقى بالإمام المهدي في زمان الغيبة وصرح لنا بهذا اللقاء، والتصريح بسند صحيح عندنا إياه في كتبنا. الطائفة السادسة شهادة من رآه بعد طول غيبته. هذا راح أترك الكلام عنها متى؟ لما نروح نناقش الأدلة السنية. هناك راح أعرض كلام علماء السنة قبل الشيعة اللي صرحوا باللقاء. الطائفة السابعة هي شهادة وجهاء المعاصرون بتاريخ الولادة، منهم الكليني ومنهم علي بن محمد بن علان ومنهم أحمد بن محمد بن طاهر اللي صرحوا في زمان الغيبة الصغرى أن الإمام المهدي كان مولود في التاريخ الفلاني وفي السنة الفلانية. الطائفة الثامنة والأخيرة وهذه جدا مهمة اللي هي التوقيعات والرسائل اللي كان يرسلها الإمام المهدي إلى أصحابه، هذه جدا ثمينة. ليش؟ لأن عندنا مجموعة من النصوص تأكد لنا أن الإمام المهدي كان يرسل رسائل فيها إجابات وفيها معلومات كثيرة إلى الشيعة، وأحيانا الشيعة هم يرسلون لأسئلة فهو كان يوقع الجواب وراء السؤال، وكانوا يسمونها التوقيعات. هذه التوقيعات والرسائل إذا نتبعها نلاحظ أن هي من ناحية الكم عددها كبير نسبيا، ومن ناحية الكيف تدل على أن صاحبها كان إنسان مميز. شلون؟ تعالوا خلينا نشوف من ناحية العدد. هذه الروايات اتبعتها في الكتب فلقيت هي كالتالي: في الكافي للشيخ الكليني باب مولد الصاحب لقيت هناك في 29
أو في 31 رواية اللي يخصون التوقيع هم 29 رواية. راح أترك المكررات بس أذكر الروايات اللي تخص موضوع الرسائل والتوقيعات. عند الكليني 29 رواية، عند الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين تحت باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم 45 رواية، الشيخ الطوسي في الغيبة تحت عنوان ما ظهر من جهته ومن توقيعاته 22 رواية، الشيخ الطبرسي في الاحتجاج 10 روايات، وبعدين في 10 روايات متفرقة في كتب منوعة، مجموعها يطلع 116 رواية مأثورة عن الإمام المهدي. هذه من ناحية الكم نسبيا جدا كبيرة. ليش؟ تعال نقارنها ويا أهم شخصية عند السنة اللي هو أبو بكر. في نظر السنة أقرب الناس إلى النبي كان أبو بكر، وبعد ما توفى النبي حكم سنتين، كان هو الخليفة ذاك الوقت وكان يخطب الجمعة أسبوعيا لا أقل. ومع هذا كم الروايات اللي كانت مأثورة عن أبو بكر؟ 142 رواية، 18 رواية في البخاري ومسلم، وباقي الروايات موجودة في الأسانيد والسنن. إذا تحذف المكررات الظاهر أنها هي مجرد 80 رواية رواها أحمد بن حنبل في المسند. فتقارنها مع الإمام المهدي 116 رواية في ذيك الظروف اللي عاش الإمام المهدي، الكمية جدا كبيرة، والعدد يتفوق روايات المهدي على روايات أبو بكر. هذه من ناحية الكم. أما إذا نروح لناحية الكيف فنشوف أن روايات الإمام المهدي جدا مميزة، ومضمونها يدل على أن صاحب هذا التوقيعات إنسان مميز. شلون؟ مضمون هذه التوقيعات: رقم واحد، إجابة على شبهات عقائدية بخصوص موضوع الأنبياء وموضوع الغلو وموضوع التفويض، كله يدل على دقة في هذه الإجابات. اثنين، إجابة على مسائل فقهية تخص العبادات والمعاملات، وكلها تنسجم مع روايات أهل البيت، وهذا شيء جدا صعب لأن روايات أهل البيت مختلفة. مع هذا الإمام المهدي كانت أجوبته تنسجم مع الأجوبة الصحيحة اللي تثبت عندنا بالأسانيد الصحيحة. ثلاثة، نصائح دنيوية كانوا الأصحاب يرسلون له، يقولون النبي نصيحة بخصوص سفر، بخصوص تجارة، بخصوص زواج، ولإما كان يعطي الإمام المهدي كان يعطي النصائح، وكانت النصائح دائما في محلها. أربعة، أوامر إدارية، كان يعين وكلاء، يعزل وكلاء، يحذر من أهل الضلال والسفراء، وكان يحرم ذكر اسمه. المهم كان كل الأوامر هذه الإدارية اللي هو يعطيها يبين أنه هو إنسان مطلع على الظروف اللي كان عايش فيها ذاك الوقت. خمسة، وهذه هي أهمها، النبوءات المتحققة. هذه المسألة كانت تهز الشيعة ذاك الوقت، وهذه أكثر شيء ركزوا عليه الرواة اللي نقلوا لنا التوقيعات. كانوا يقولون أن الإمام المهدي في توقيعاته يعطي معلومات عن أمور راح تصير في المستقبل وفعلا تصير. كان يتنبأ أن الشخص الفلاني راح يتوفى، أو الشخص الفلاني راح يجي له ولد، أو الشخص الفلاني مثلا الخطر الفلاني راح يحصل، وغيرها من الأمور الغيبية. وكل هذه الأمور اللي ذكرت في التوقيعات كلها حصلت. عقبها نجي للأدعية المقضية، هذه آخرتها، آخر العناوين، اللي هي ناس كانت تطلب الدعاء من الإمام، أحيانا كان يستجيب ويدعو لهم وأحيانا ما كان يستجيب. الأشخاص اللي كان يدعو لهم كل الدعوة أو الدعاء ماله بخصوصهم كان يكون مقضي، بخصوص الحفظ وبخصوص الإنجاب، ناس ما تجيهم عيال فيدعي لهم فيجي لهم عيال، أو شخص مثلا بيسافر يدعو له فهو يعني ينحفظ من المخاطر، أما غيره ما كان ينحفظ. فإلى هنا انتهينا. هذه هي الطوائف التاريخية اللي موجودة عندنا، كلها كافية، حي الله واحدة من هذه الطوائف كافية لإثبات أن احنا عندنا أدلة تاريخية لولادة الإمام المهدي. مثل ما وعدت أن أذكر المصادر اللي يبي يشوف هذه الروايات ويبي يتأكد من صحة أسانيدها، يقدر يرجع لهذه المؤلفات، يقدر يرجع لهذا الكتاب اللي هو موسوعة توقيعات الإمام المهدي للشيخ محمد تقي أكبر نجاد، 446 صفحة مليئة بالتوقيعات اللي مأثورة عن الإمام المهدي والرسائل واللقاءات اللي صارت الإمام المهدي. يقدر واحد يراجعها ويشوف مضمون هذه التوقيعات ويتأكد من اللي احنا ذكرنا. اللي يبي يثبت أو يطالع روايات إثبات الولادة يرجع لهذا الكتاب اللي هو ولادة القائم المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة للشيخ الدكتور أحمد المحوزي. في هذا الكتاب جمع لنا هذه الروايات اللي هي ذكرت، أنا كثير منها أخذتها من هذا الكتاب، ما أتذكر حين إذا في شيء مأخوذ من كتب ثانية، بس المهم أغلب هذه الروايات راح تحصلونها هنا، بالإضافة إلى تصحيح أسانيدها. هو مر على راوي راوي وعرض لنا الإمارات لتوثيق هذا لين الرواة، وهذا بالنسبة إلى الولادة. بالنسبة للإمامة،
احنا نقدر نثبت ولادة المهدي، لكن تعال مرحلة ثانية نثبت انه هو امام، مو مجرد انه هو كان الامام العسكري عنده ولد. اللي يبي يسوي هذا الشيء يرجع لهذا الكتاب اللي هو النصوص على اهل الخصوص، اللي هو كنز عظيم. هذا الانسان ما هذا الكتاب ما المفروض ان يعني ما نستغله، كتاب جدا رائع. الشيخ شنو سوى في هذا الكتاب؟ اعطانا دورة عقائدية كاملة في مسألة الإمامة، مو مبنية على أقوال الرجال بل مبنية على أقوال أهل البيت الصحيحة. هني إذا رجعت لهذه الروايات راح تشوف أن في كثير من الروايات لأهل البيت يتكلمون عن مثلا مبالغ علومهم، الكتب اللي كانت مأثورة عندهم شنو محتواها وشلون حصلوها، مقاماتهم شنو هي، شلون هي مقامات أهل البيت، النصوص واحد على واحد، إمام على إمام، يجي نص على الإمام اللي بعده. إذا نبي النص على الإمام المهدي صفحة 526 هناك الشيخ يبدأ يعرض لنا النص من قبل النبي، من قبل الإمام علي، من قبل الإمام الحسن الحسين إلى الإمام العسكري بالروايات الصحيحة، ويثبت لنا أن هذا لين مو بس قالوا لنا أنه راح ينولد بل قالوا أنه راح يكون الإمام المهدي. هذه الكتب اللي يقراها كامل راح يستفيد، لكن اللي ما عنده وقت أقول لا أقل اقرأ بس الفهارس. مجرد اللي تقرأ إذا مجرد أن تقرأ فهارس هذه الكتب اللي هو إثبات الولادة والنصوص على أهل الخصوص، اثنينهم للشيخ الدكتور أحمد المحوزي، مجرد تقرأ هذه الفهارس راح تشوف أن كل شبهات الزيدية والمعتزلة والسلفية وأحمد الكاتب بخصوص موضوع الإمام المهدي راح تتلاشى قدام عيونك. راح تشوف الدعاوى يقول لك أنه ما في دليل على الولادة وأنتوا الشيعة ما رويتوا هذا الشيء، تروح بس عند الفهرس وتشوف أسماء الرواة والكتب والمصادر اللي نقلت لنا وصرحت لنا أنه كان في دليل على الولادة. يقول لك ما عندكم دليل على إمامة المهدي، تروح لهذا الكتاب وتشوف إنه شلون كان في دليل. ما في دليل على إمامة الأئمة الـ12، تروح لهذا الكتاب وتشوف شلون عندك هذه الأدلة كلها. إلى هني نشوف يعني انتهينا من البحث ونستنتج إن كل إشكالات أحمد الكاتب اللي هو عرضها هي مجرد تكلفات من عنده، ما في أي شيء يعتبر إشكال علمي. ولهني يكون انتهينا البحث، نختم بهذا الدعاء وبعدها نفتح المجال إلى الأسئلة. اللهم أننا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح: كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. سمعنا محاضرة للسيد الحيدر يشير إلى ضعف إسناد الروايات التي تنص على أسماء الأئمة عليهم السلام حتى من قبل الإخباريين مثل الشيخ يوسف البحراني، هل هذا التقييم صامد وثابت؟ مشكور رحمة الله والدك. الجواب لا، هذا الإشكال مو صحيح، مو في محله. وأول شيء بس أبي أنبه أن الحيدري يوم عرض هذا الإشكال ما كان غرضه ينفي الولادة أو ينفي الإمامة الإمام المهدي، هو يعتقد بالولادة ويعتقد بإمامة الإمام المهدي. الإشكال كان هو كالتالي، هو بس يبي يقول ترى علم الرجال والأسانيد اللي أنتم تمشون عليها ما تكفي لتثبت عقيدة، هذا إشكال اللي يبي يوصل له أو هذه النتيجة اللي كان الحيدر يبي يوصل لها واللي هي ما قدر يوصل لها. ليش؟ نقول شنو الدليل اللي أنت جبته؟ يقول أنا رحت لكتاب ولادة الصاحب في الكافي ومريت على الروايات لقيت أن كلها ضعيفة السند، فكذي ما تقدرون تثبتون الولادة، صح؟ الجواب هو كالتالي، نقول أولاً ال 31 رواية اللي موجودة في كتاب مولد الصاحب فيها روايات صحيحة السند. أول رواية إحنا إذا مو غلطان أول رواية كانت صحيحة السند، وفي أكثر من رواية صحيحة حتى على مبنى المتشددين مثل السيد الخوئي، وحتى على مبنى الأخباريين السيد الشيخ يوسف البحراني تصح منهم روايات. فإذا هذه الروايات اللي في هذاك الباب مو كلها صحيحة لكن فيها روايات صحيحة، هذه أولا. ثانيا كان هو لازم يروح يدور باقي الأبواب اللي موجودة في الكافي. الكافي فيه باب ثاني اللي هو باب النص على الإمام المهدي، هناك بعد في عدة روايات، أول رواية صحيحة السند، وبعدين في باب اللي هو تسمية من رآه، هناك بعد روايات، أول رواية صحيحة السند. فهني عندنا مجموعة من الروايات موجودة في عدة أبواب في الكافي كلها تحتوي على روايات صحيحة السند، هذا غير بعد الكتب الباقية عند الشيخ الصدوق وغيرها. فما يصير هو يروح لواحد 31 رواية في باب واحد، افرض انه فعلا ما كان صحيح السند ويستنتج يقول ها شوفوا ما تقدرون تعتمدون على علم الرجال. نقول هذا كلام مو صحيح، علم الرجال بدونه ما تقدر تبني شيء. اذا نبي نكون صريحين ويا بعض، علم الرجال من دونه ما تقدر تبني شيء. وكل من يدعي ان لا احنا ما نمشي على علم الرجال وكذي، روح شوف البحوث،
راح تشوف في الأخير أنه قاعد يبني على علم الرجال. شوفوا مثلا الشيخ الحر العاملي من الأخبارية اللي أشكلوا على علم الرجال، هو في كتابه في الوسائل الشيعة الجزء 30 في الخاتمة هناك تشوف أنه يقولك ترى راح أذكر لك الأسانيد لكتبي، ويروح يقولك هذه الكتب ثابتة وهذه الكتب مو ثابتة. شلون؟ عن طريق الأسانيد. زي فهو يعمل بالأسانيد وغيره، كل من أشكل في الأسانيد في الأخير تشوف نفس الشيء. سيد كمال حيدري نفسه هنا يجي يقول لنا ترى الأسانيد وكذا، بس تروح بحوث ثانية يقول لك والله هذه الرواية صحيحة السند زين، وهذه الرواية مثلا هالشيء مو ثابت، ليش ما في رواية صحيحة السند؟ فاحنا نقول في الأخير ترى السالفة يعني صايرة شوروة، متى ما نبي علم الرجال نستدل فيه، متى ما نبي نتركه، هذا مو موضوعي. علم الرجال شيء جدا أساسي لازم نرجع له، لازم نتعلمه عشان نقدر نميز الروايات الصحيحة والضعيفة، ومن غير هذا الشيء كل إنسان يقدر يدعي أي شيء، وأي واحد يمشي على هواه، الرواية اللي تعجبه يمشي عليها والرواية اللي ما تعجبه خلاص يقولك أنا ما أعمل فيها. الشيء الدليل اللي الموضوعي الوحيد اللي نقدر نستند له هو علم الرجال في الأخير، لأن ذاك الوقت نعرف أن الرواة الثقات إذا نقلوا المعلومة نلتزم فيها، وإذا المعلومة جات عن غير الثقات ما رح نكذبها، لكن قلت ترى هي ما وصلت إلى منصة الحجية حتى نحتاج فيها. زين هذه باختصار بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني، في حديث يقول ما منا إلا مسموم أو مقتول، فهل تشمل هذه القاعدة الحتمية على آخر الأئمة عليهم السلام؟ الجواب إيه نعم، عندنا الرواية هي كذي في بصائر الدرجات، والشيخ الصدوق رواها بأسانيد معتبرة، اللي هو ما من نبي ولا وصي إلا مسموم أو مقتول، أو ما من نبي ولا وصي إلا شهيد، المهم كلهم لا عفوا إلا مقتول أو مسموم. زين فعندنا هذه رواية صحيح سند أكد لنا، والإمام المهدي واحد منهم، أكيد راح يقتل في الأخير أو أكيد راح يتسمى، مشلون ما ندري. القصة اللي دائما نسمعها أن في عجوز يهودية، هذه ترى مو رواية، هذه إيه نعمة الله الجزائري قال قيل، مين قيل شلون ما ندري، فهذه خلوها على صوب، بس إحنا نعرف أنه في الأخير راح يقتل وراح يستشهد لأن النص يقول كذا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا على المحاضرة. بس المتتبع للمحاضرة شوف انك ركزت على عنصرين اللي هو تواتر الروايه وصحه السند. اذا التفتنا يعني ركزنا بهذا الجانب نتبع اللي هو تنقيح المقال للامام القاضي، نشوف كثير من الروايات صحيحه السند ومتواتره ومتناقضه، المتن مختلف. اعطيك مثال مباشر. تفضل. زراره بن ابي زرار بن عبيان من تلاميذ الإمام الصادق والإمام الباقر. صحيح. زين تشوف بعض الأوقات يعني يوصف بأنه قديس، بأنه من أعمدة أهل البيت، بأنه المؤتمن، وبشارة بأنه من أهل الجنة إلى آخر ذلك، وأحاديث في نفس الكتب الموجودة وثقات. إذا تجنب لأنك ما ركزت ولا نهاية ولا إشارة حتى إلى المتن في هذا الشيء. زين تشوف بأنه من أهل النار وأنه منحرف وأنه أنكر إمامة الإمام موسى الكاظم. والحديث هذا واضح أنه في بعضهم يراه في شهرين، بعضهم سنة ونص، بعضهم سنتين، حتى أنه وضع القرآن على صدره وقال رسل ولده إلى المدينة المنورة على أساس يوصل إليه من الإمام. فإذا كان الأمر متواتر بأن أئمة أهل البيت منصوص عليهم، فمن أحق بالمعرفة هذا الإمام من غير يعني مثل إذا ما كان زرار يعرفه، من اللي يكون يعرفه في هذا الجواب؟ الجواب سلام الله على الإمام الرضا اللي سألوه هذا السؤال، قالوا له شلون زرارة ما كان عارف إمام زمانه ذاك الوقت؟ فهو راح جاوبهم قال لهم لا، زرارة كان عارف إمام زمانه، اللي صار هو ما كان أرسل ولده يطلب الإذن في التصريح بالاسم. كانوا في ناس رايحين لزرارة قال له تقدر تقول لنا مين الإمام بعد الإمام الصادق؟ راح قال لولده روح للإمام في الروايات الصحيحة المتواترة. إيه. الحين في نفس الكلام اللي كنت تقوله. خذ. إن شاء الله إيه. فحين الج. صحيحة ومتواترة أعتمد. إن شاء الله. بدون أعتمد المتن. صح. صحيح. فحين بالنسبة للجواب الأول هذا حليناه، يبقى حين الروايات الصحيحة المتواترة إن زرارة من أهل النار ما عندنا ولا رواية تقول كذي. صحيح السند ما عندنا ولا رواية تقول سين. رحت أنا لكل روايات اللي تنتقد زرارة كلها، اللي موجودة في رجال الكشي، اللي موجودة في فهرس الشيخ الطوسي، اللي موجودة في رجال النجاشي، كل هذه مريت عليها كاملا، ما فيها ولا رواية واحدة صحيحة السند تطعن في زرارة ثابتة. بل حتى السيد الخوئي مر على هذه الروايات وقال العجب من الكشي ليش يروي هذه الروايات اللي أسانيدها مضطربة إلى هذه الدرجة. إذا تبي أجيب لك رواية أعرفهم واحدة ورا ثانية ما فيهم ولا واحدة صحيحة سند.
رواية واحدة اللي يمكن تنصاد صحيحة السند يقولون أن ترى هي فيها خطورة على زرارة، بس خلينا نقول روايتين مو رواية واحدة. في عندنا مجموعة انتقادات من الأئمة نقول إيه الانتقادات كلها صحيحة وكلها في محلها، انتقدوا زرارة والزرارة مو معصوم وأهل للنقد، وأهل البيت لما ينتقدون ما ينتقدون بخفة، ينتقدون بشدة، لكن ما دخلوا جهنم ولا أخرجوا من تشيع ولا شيء من هذا القبيل. لكن عندنا نص وحيد واحد صحيح السند، هذا اللي يخوف، اللي هو فيه لعن إلى زرارة، بس هذه الرواية الوحيدة. لا هذه مو صحيحة، هذه مو صحيحة. أي وقت إذا تحب خلاص إن شاء الله، تحب إذا خلصنا نناقشهم زين إن شاء الله، أن إن شاء الله وليهمكم. بالنسبة لرواية اللعن كانت كذي، ولد زرارة راح إلى الإمام، نسيت الحين أي إمام، قال لنا أثر عنكم، أظن كان الإمام الصادق، أثر عنكم إن أنت لعنت زرارة. قال لا والله ما لعنت زرارة. شلون؟ يقول الناس قالوا لي مثلا روى زرارة أو زرارة كان يعتقد بالتناسخ، فهو راح قال لعن الله من اعتقد بالتناسخ، وهو يدري زرارة ما يعتقد بالتناسخ، فراحوا الناس نقلت شنو، أوه الإمام الصادق لعن زرارة. كل الرواية اتبعتها ترى لا في الأخير شيء يثبت على زرارة لا باللعن ولا بالهذا. انتقادات موجود، في أكثر من نقد، وهذا الشيء موجود عند الكل أصحاب الأئمة، ما عندنا صاحب من أصحاب الأئمة إلا وانتقد. هذه الجواب الأول. أما الجواب الثاني اللي هو ليش أنا بس نظرت إلى الأسانيد وتركت المتون، الجواب أنا أبي أقدم دليل موضوعي. دليل موضوعي يعني شنو؟ ما أبي أنا أختار، يا ما الناس تقولك أنا أمشي على المتن، لكن في الأخير هو شنو قاعد يختار، اللي يعجبه يقول هذا دليل واللي ما يعجبه يتركه، صح؟ فأنا قاعد أقول لا، أنا راح أكون موضوعي. الرواية المتواترة سنة وشيعة شو تقولون فيها؟ يقولون تفيد اليقين. أقولهم خلاص هذا اللي بقدمه. ابن تيمية يقول التواتر حجة حتى لو صدر عن كفار، فأقول خلاص أجل الحمد لله الشروط متوفرة، إحنا كفار ونقلنا هذه الروايات، فهي حجة عند ابن تيمية. الجواب نكون حجة عند ابن تيمية، صحيح؟ فهذه من ناحية العدد. أما من ناحية الأسانيد نفس الشيء، صحة الأسانيد أنا ما بتحكم في السند، إذا الرواية مروية عن الثقات ألتزم فيها، وهذه الروايات اللي قدمناها هي منقولة عن الثقات. افرض واحد شكك قال والله أخبار الأحاد أنا عندي فيها مشكلة، أقول خلاص التواتر، ما في شيء أنا استندت لليوم إلا وكان متواتر، فعلى هذا الأساس إن شاء الله يكون ما في ثغرات في البحث. الله يخليك، الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله. أخي إنسان مشكور على الحضور وعلى المحاضرة القيمة وجزاك الله بخير. سؤالي الإمام الحسن العسكري الوحيد اللي كانت أمه موجودة من بين الأئمة كانت والدته موجودة، ألم يكن لها دور في ولادة المهدي؟ تقصد أم الإمام العسكري؟ نعم حسن. إيه هي العسكري. إيه عندنا نصوص كانت موجودة يعني. صح. إيه هي هي الوحيدة بين الأئمة اللي كانت والدتها موجودة، ما كان لها دور في رواية شغلتنا القبيل في ولادة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه. إيه عندنا ثلاث نساء في ذاك الزمان كان لهم دور في إثبات الولادة، السيدة حكيمة والسيدة خديجة وأم الإمام العسكري اللي لها أكثر من اسم، سوسن وحديث وكذي، عندها أكثر من اسم. هذين الثلاثة كان عندهم دور في إثبات الإمامة، بل حتى أحيانا بعض الأصحاب كانوا يشكلون أن أنتوا تخلونا نرجع لإمرأة أو تبونا نبني اعتقادنا على قول إمرأة، فكانوا الأئمة يرجعون يقولوا ترى نسيتوا موضوع السيدة زينب لما حملت بعض الوصايا عن طريق الإمام زين العابدين أو نقلتها من الإمام الحسين إلى الإمام زين العابدين، أكو هذا هنا اعتمدنا على إمرأة، فكان الموضوع فيه له شاهد سابق وتكرر مرة ثانية مو عن طريق مرأة واحدة بل عن طريق ثلاث نساء، أم الإمام العسكري والسيدة خديجة والسيدة حكيمة كلهم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لزماننا الحين إحنا تحس يا أستاذ فيصل محتاجين محاضرة إثبات ولادة الإمام المهدي أو إمامة الإمام المهدي في زمنها الحاضر هذا، وليش بالنسبة حالنا بالنسبة لنا كقرى ومعارف الكل يؤمن بولادة الإمام المهدي وإمامة الإمام المهدي في هالزمن هذا فرقة من الشيعة محتاجة إثبات هذا؟ خوش زين. عندنا فائدتين من إثبات البديهيات، صح؟ إحنا عندنا هذه من البديهيات، عدل؟ فائدتين إذا إحنا نجي نثبت البديهيات. أما الفائدة الأولى، اليوم عندنا جيل ما عاد عنده ثوابت، جيلنا اليوم يشك بوجود الله،
صح ومصداقية المشايخ بالنسبة لهم راحت خلاص، ما عادهم يصدق إذا الشيخ قال له رواية صحيحة، ما عاد يصدق هذا الشيء، صار يبي يجيب له الدليل قدامه تسمع إياه تلزمه في ذاك الوقت يذعن له. فصار لازم احنا كلنا نستحضر هذه الأدلة. صحيح اليوم مستحيل واحد يسمع المحاضرة فيحفظ كل الأدلة، لكن هذا الكلام اللي قلناه اليوم على الأقل يصير عنده منهجيا عارف شلون الدليل بقدر أصيده، فيصير عنده حصانة، وهذا الإنسان يكون عنده حصانة لحوالينا إذا قعد مع شخص كان عنده شبهات فيعرف شلون يقدر يصيده ومن وين يقدر يجيب الجواب. لأنه هو أكثر شيء أهل الضلال يعتمدون عليه هو أسلوب المفاجأة. شوف هالإشكالات اللي جبتها لأحمد الكاتب، إذا تروح لجمهور الشيعة اليوم أو يعني إحنا عامة الشيعة تعرض علينا مثل الإشكالات يصعب علينا الجواب عليها، يبينا ناخذنا يوم يومين نفكر في الجواب ما نستحضرها بسرعة. ليش؟ لأن إحنا هالإشكالات ما قاعد نطرحها واجد، لكن لو نطرحها واجد راح تصير عندنا واضحة. مثل مسألة الغدير، الغدير عند الشيعة اليوم إذا تروح تقول لهم ترى من كنت مولاه هل هو المحبة ولا وجوب الطاعة، يستحضر الأدلة يقولك لا السياق دليل وكذا، صح؟ لأن نسمعها واجد. لكن بخصوص الإمام المهدي ما قاعد نسمع هذه الإشكالات والجواب عليها. فأول فائدة لمناقشة هذا الشيء حتى نحصن روحنا، هذه أولا. ثانيا، اليوم للأسف صاير ملحوظ في أوساط الشباب أن المنهجية ضاعت، فقدت في أوساطهم، صارت كل جماعة عندهم منهجهم الخاص. شوف احنا عندنا ما شاء الله واجد اتجاهات، غير ما احتاج نسميهم، كل مكان موجودين، لكن هذا لين ما إذا تروح تقعد وياهم شوفهم لا التزام بأسانيد، لا التزام بمصادر، ما لا عند الرواية إذا عجبته إن شاء الله تطلع في القرن العاشر بدون سند، بترول يحصله يستند لها، وتجيب له رواية في الكافي بأسانيد صحيحة متواترة يقولك لا والله مو داش عقلي، عرفت؟ هل منهجية ضايعة؟ هم ما مستوعبين إنه ترى ما يصير تسوي كذي. دليل العلمي يلزمك إنك تمشي بالمتواتر، تقدم المتواتر على الآحاد، وتقدم الصحيح على الضعيف، وتقدم المسند على المرسل. هذا المنهجية العلمية تلزمك بهذا الشيء، هو ما مستوعب هذا الموضوع. إذا طرحنا هذه البديهيات أكثر من مرة وصار يشوف شلون الموضوع يمشي، راح يشوف أن الموضوع قابل للفهم وأنه هو لازم يستدل بهذه الطريقة. ذاك الوقت راح يعرف أنه ترى كل الإشكالات اللي هو قاعد يسردها واللي هو عباله أن مثلا علماءنا عاجزين على الجواب عليها، راح يشوف أنهم ما قاعد يردون عليه استصغارا لإشكاله. أحيانا إذا نعرض هذا أو إذا أصحاب هذه الشبهات يعرضونها على مثلا المختصين، أحيانا المختص يقول لك أنا أبدأ لها الإنسان من وين، ما عارف أبدأ هذا، لا عارف تواتر، لا عارف صحة سند، لا عارف مصادر، ومهم هذه الأخطاء. فمثل هذه البحوث هذه الفائدة من وراها، عندنا هالفائدة. السلام عليكم. عليكم السلام. في بداية المحاضرة تكلمت عن الشذمة وعن الجمهور، وبعدين قلت أن الجمهور هي الفرقة الأولى و14 حزب كانوا هم الشذمة، صح؟ الحين تتكلم عن الشباب مال هالوقت، هم في هذاك الوقت وهم شافوا الإمام وهم عندهم شك، يعني هاي 14 فرقة هل كل فرقة كانت تعتقد بشيء مختلف؟ إيه بعضهم يقولش عسكري هو يا ولد أو ما ولد أو موجود أو غيره. لا، في بعضهم يقولك العسكري ما مات وهو المهدي، كذي كان آراء غريبة. في بعض الفرق كانوا خمس أشخاص بس، خمس أشخاص فرقة واحدة، وفي ناس بابية دعوا البابية ان والله الشلمغاني احمد من هلال العبرتائي وجماعه كذا. فالمهم الجماعه شتتوا ذاك الوقت، اللي ثبت ان الامام العسكري عنده ولد فرقه واحده. الادله السنيه والشيعيه كلها تاكد ان هذه الفرقه الواحده اللي ثبتت هذه كانوا جمهور الشيعة، صح؟ فكذي بس اللي نبي نقول. السلام عليكم. السلام. مع ولاده الامام عجبه تعرفه تبقى هناك اختلاف بعد كذلك في هويه والده الامام. البعض يصور ان والدته الرومية سيدة نرجس أن هي أسطورية القصة وليست حقيقية، صحيح، ويقول أن أمه أم صقيل أو باسم آخر كذلك، صحيح. فهل الروايات تثبت لنا أن أم هي سيدة نرجس خوش أو لم تذكر، يعني الروايات لم تذكر شيء والدته خوش؟ إحنا عندنا روايتين صحيحتين في موضوع أم الإمام المهدي. الرواية الأولى اللي هي موجودة في إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، السند هو محمد بن عبد الجبار ثقة، قلت لسيدي الحسن بن علي الإمام العسكري يا ابن رسول الله أحب أن أعلم من الإمام والحجة على عباده من بعدك، قال عليه السلام إن الإمام والحجة بعدي
ابني سمي رسول الله الذي هو خاتم الحجج وآخر خلفائه قال ممن هو يا ابن رسول الله؟ قال من ابنة ابن قيصر ملك الروم. فهذه أول رواية عندنا صحيحة السند على أن السيدة نرجس هي بنت ملك الروم. عندنا بعد رواية ثانية اللي هو النعماني رواها بعدة أسانيد مستفيضة، والشيخ الصدوق بعد رواها اللي يقول أن هي أمة سوداء. فقالوا هني عندكم مشكلتين. المشكلة الأولى شلون بنت قيصر؟ قيصر موجود، لا طاح حكم الروم ولا شيء، بنت قيصر تجي تنباع عندنا في السوق؟ فيقول هذه أسطورة، يعني مو كلام صحيح. الشيء الثاني يلا سلمنا هذه واحدة رومية حفيدة قيصر والله تعال ونباعت هني. شلون أمة سوداء؟ رومية هي، زي ما يصير لازم عيون خضر وكذي. فيقولون تعال عندكم روايتين صحيحتين متناقضتين، شلون تعالجون هذا التناقض؟ أول شيء بالنسبة إلى إن من ناحية يعني إن هي بنت خي أو حفيدة قيصر، عندنا عدة احتمالات. أنا راح أروح لأصعبها، راح أتكلم مع أصحاب هذا لين الإشكال بلغتهم. هم يقولون بالأدلة التاريخية، وتاريخيا مستحيل تثبتون هذا الشيء، بل هو أقرب إلى الأسطورة. راح أجاوب على هذا لين أقول بالعكس، إذا تروح للتاريخ الثابت اليوم اللي الكل يتعامل وياه بالمسلمات، راح تشوف إن في زمان الإمام العسكري في الدولة البيزنطية الرومية حصل انقلاب. ذاك الوقت انتقل الحكم من السلالة الأمورية إلى السلالة المقدونية. الشخص كان اسمه برداس. برداس هذا كان حكم ما بين سنة 855 إلى سنة 866، 10 سنوات في حياة الإمام العسكري. في هذه 10 سنوات في آخرها يعني جاء إنسان وقتله وبعدين تبدل الحكم. قاعد نقول الاحتمال الأول اللي ينطرح أن هذا الإنسان هو كان قيصر ملك الروم، لأن بالضبط تروح ترجمته يقول لك هو كان قيصر ذاك الوقت، كان اسمه برداس القيصر وكان هو ملك الروم، ولما توفى كان عنده 4 عيال، ولدين وبنتين. الولد الأول معروف اسمه اللي هو أنتيغونوس، الاسم الولد الثاني ما عارفين اسمه. فيمكن السيدة نرجس بنت واحد من هذين. عقب ما انقتل شنو صار؟ صادروهم، اعتقلوهم، باعوهم، ما نعرف شنو صار، بس أكو عندنا شاهد تاريخي أنه صار ربكة وصاير مثل انقلاب وهذا الإنسان انقتل. فهذا الحل بالنسبة للأسطورة التاريخية. قلت الأسطورة نقول هذا مو أسطورة، أكو في احتمال كبير أن يكون هذه هي جد السيدة نرجس. لكن إذا تجي لموضوعنا أمة سوداء، شلون توفقون ما بين ان هي أمة سوداء وما بين ان هي رومية؟ نقول عندنا عدة احتمالات، انا راح امشي بس على التاريخ. اذا نروح لاهم كتاب تاريخي تتكلم عن هذه المرحلة اللي هو مدريد سكايلدز، هذا موجود في اكبر مكتبة في اسبانيا، مخطوط من 500 صفحة، في التاريخ باليونانية بالاضافة الى التاريخ المكتوب في صور، هناك يحطون صور رسم للوقائع شلون كانت تصير. هذا الكتاب إذا نروح له نشوف هذه الصورة توصف لنا شلون مقتل برداس اللي نظن أنه هو قيصر ملك الروم اللي كانت تتكلم عنه الروايات. هذا هو برداس، تلاحظ أنه كان غامق البشرة، كان أسود. فإحنا نقول إيه احتمال تصير أجل هذه هي السيدة نرجس رومية بنت قيصر اللي هو كان أسود، فهي تكون أمة سوداء وكل الأمور تنسجم مع بعض البعض. لاحظ عندنا عدة احتمالات، قاعد أقول الحين أمشي على بناء على الكلام التاريخي، إذا كان هذا الكلام صحيح فهو ينسجم مع الروايات اللي موجودة عندنا بالأسانيد الصحيحة. فهني لا يكون الأسطورة، بل بالعكس عندنا الشواهد نأكد هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، يعطيك العافية. الله يخليك يا شيخ، بس في نقطة يعني لتوضيح أو تعقيب، مو سؤال او يمكن تتفق وياي في جانب مهم في حياه الائمه في الفتره العباسيه، الوضع السياسي القاسي اللي كانوا يعيشونه. لذلك كان الامام العسكري يخفي امر ولاده الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهذا اللي كان سبب في الاشكالات اللي صارت في بعض الشيعه، لأن الإمام العسكري ما كان يقدر يعني يبوح بولادته إلا للمخلصين
من شيعته، لأن الدولة العباسية كانت تتربص بأهل البيت، وحتى كان الالتقاء بشيعتهم كان تحت المراقبة وتحت الوضع القاسي اللي كانوا يعيشونه. لذلك كان من الصعب جدا من الإمام أن يفشي بولادته أو يبوح بولادة الإمام، ولهذا صار الإشكال لكثير من حتى الشيعة أن الإمام ما أعطاهم أو ما خبرهم، وحتى اللي كانوا يعرفون ما أخبروهم بولادة الإمام المنتظر. وهذا كان هو مصدر الإشكال الأساسي في نفي ولادة الإمام المنتظر والتشكيك في رواية الروايات الإمام المنتظر. لكن بعد التحقيق وبعد مضي من الزمن انكشفت بأن هذه الروايات هي ثابتة، وأن المخلصين كانوا يعرفون أن الإمام، مثل في كل زمن تحدث أحداث لا يعرفها إلا القليل، بعد ذلك تنكشف إلى الجميع، وهي كما حدث مع مولد الإمام المنتظر. صحيح صحيح، كلامكم صحيح. وأضيف عليه أن احنا عندنا رواية، نقول بموجب هذه الرواية لو ما صارت الحيرة احنا كنا راح نشك، مو احنا نشك لأن صارت الحيرة، نقول لا، لو ما صارت الحيرة كنا راح نشك. ليش؟ لأن الحيرة نفسها هي كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم. شلون؟ شوف هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كمال الدين صفحة 287 الحديث الرابع والسند صحيح. في آخر الكلام يقول: قال رسول الله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي، كنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة حتى تظل الخلق عن أديانهم. فاحنا نقول أصلا هذه كانت نبوءة، وهي مو إشكال. ليش؟ لأن نقول ترى هي صارت مع النبي نفسه، كانوا في ناس يعني ما عارفين بالنص، وبعدين أو هو حتى يمكن يكون كتمان الموضوع، مو بالضرورة ما عارفين، بس احنا نحط على كل احتمالات نطرحها غيرنا، ممكن هذا الشيء كان وارد وهذا الجواب عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، ركزت كثير على العلوم، علم الحديث وعلم الرجال. عندنا احنا بعض العلماء من ضمنهم الشيخ الغزي والسيد الحيدري يذكرون ان هذه العلوم اصلا هي علوم العامه مو علوم الشيعه، وهي علوم متاخره. نريد جواب على هذه الاشكال. النقطه الثانيه، بالنسبه الى السفراء الاربعه، ما مدى وثاقتهم في كتب الشيعه او في خوف؟ هذه الثانية صفحة 32 أروح عليها وأبدأ في الجواب إن شاء الله. صفحة 32 هذه وصلنا، بسم الله. أول شيء بالنسبة إلى أن علم الرجال هذا إحنا جبناه من عند السنة، الجواب نقول كلامه صحيح. يكفي نروح لروايات أهل البيت وراح نشوف شلون أهل البيت هم اللي علمونا علم الرجال، بل هم اللي علموا السنة علم الرجال. راح أذكر بعض عبارات أهل البيت بس اللي واردة عندنا في كتبنا. الإمام علي يقول: إنما أتاك بالحديث أربعة رجال، وبعدين يفصل. هذه رواية تتكلم عن علم الرجال، وين موجودة؟ موجودة في كتاب سليمان بن قيس، موجودة في الكافي الشريف، موجودة في إثبات الغيبة للفضل المشاهدان، وعدة رواية حتى في نهج البلاغة موجودة هذه الرواية. فهني يبين الإمام علي هو كان مؤسس علم الرجال. الإمام الباقر لما جاء لزرارة وقال له: ترى الروايات إذا تناقضت شنو أسوي؟ قال له: خذ بقول أعدلهما وأوثقهما في نفسك. العدالة والوثاقة هذا ما قاعد يتكلم عن المتن، قاعد يتكلم عن سند، وهذا معناته علم الرجال قاعد يتكلم عن الإمام. أحيانا الأئمة كانوا يتكلمون عن الأخبار، يقول: إذا جاءك الخبرين صحيحين. شلون قاعد تتكلمون عن روايات صحيحة وضعيفة؟ مفروض ما في شيء اسمه علم الرجال، ولا لاحظ الأئمة يتكلمون عن هالشيء. يقول الأئمة يقولون: مو كل حديث تعملون فيه، ما علمتم أنه قولنا فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلينا. عندهم رواية يقولون: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وعندنا روايات تقول مثلا عن البطائن، الإمام رضا يقول: أما استبان لكم كذبة، ما شفتوا كذاب؟ فهذا شنو معنى الكلام؟ معناه تقول ما شفتوا كذاب، أجل تركوا رواياته، صح؟ فنقول هذه الروايات وما أكثرها في رواية في كتبنا كلها تأكد أن أهل البيت هم اللي علمونا علم الرجال، مو أنه هو شيء أخذناه من عند السنة في عصور متأخرة. فهذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو بالنسبة إلى السفراء. السفراء وثاقتهم قلت شنو؟ شلون نقدر نعتمد عليهم؟ إيه؟ اللي صاير عندنا السفير الأول والثاني. السفير الأول وثقه الإمام الهادي والعسكري، والسفير الثاني وثقه الإمام العسكري،
وبعدين هذين السفيرين اللي وثقوهم باليقين احنا عندنا كشيعة هم بعدين راحوا نصوا على سفارة الثالث والثالث نص على الرابع بهذه الطريقة. أذكر واحدة من الروايات الصحيحة عندنا اللي تأكد لنا وثاقة هذين وشلون أن الشيعة كانوا يتعاملون مع هالسفراء أنهم ثقات. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في الغيبة يقول عن عبد الله بن جعفر: حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد فدخلت على أحمد بن إسحاق اللي هو واحد من فقهاء الشيعة بمدينة السلام فرأيت أبو عمرو عنده السفير فقلت إن هذا الشيخ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا الثقة المرضي. أحمد بن إسحاق روح شوف تراجم تقريبا معصوم إلا ربع في رواية في يعني كتب الرجال رجال غاية في الوثاقة. يقول حدثنا فيك بكيت وكيت واقتصصت عليه ما تقدم يعني ما ذكرناه عنه من فضل أبي عمرو ومحله وقلت الحين وجه الكلام للسفير وأنت الآن ممن لا يشك في قوله وصدقه فأسألك بحق الله وبحق الإمامين الذين وثقاك. معناته كان عنده خبر التوثيق للإمامين ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان. فبكى ثم قال على أن لا تخبر بذلك أحدا وأنا حي. قال نعم مهم إلى آخر رواية. قال قد رأيته وعنقه هكذا. يقول يعني ترى رجال كبير في السن مو صغير رقبته صغيرة لا رجال كبير في السن. فهني يصرح لنا أن الإمام مهدي كان موجود ويصرحون لنا الشيعة أن كانوا عندهم نص في التوثيق هذين السفراء ومبين الجو اللي كانوا عايشين فيه كان جو تثبت أكثر من كذي. كانوا السفراء بعد ما يصرحون أنهم شافوا الأئمة هم يروحون لهم يقولون أكيد شفتوا بالعين مو خبر مو في المنام مو كذا. فكلنا مبين كان جو تثبت يأكد لنا أن الجماعة سووا واللي عليهم ذاك الوقت وعندنا كثير من القرائن اللي إحنا نقدر نشيك من وراهم إن هل فعلا هذه السفراء الأربع ثقات ولا لا. مساء النور. السؤال الأول واجد في مصطلحات رجالية تعليقات على أسامي الروايات الإنسان اللي مو متخصص في هذا المجال الإنسان الجامعي اللي يشتغل مشغول بصنعته وتجارته أي مكان شلون بما أن هذا فرض اعتقادي شلون ممكن يستوعب هذه المسألة. السؤال الثاني زين بعد إثبات ولادة الإمام بعد الاعتقاد شنو الواجبات الاعتقادية تجاه الإمام المهدي يعني شنو الإمام المهدي يبي منه شنو نقدر نسوي. بالنسبة للأولى إن إحنا بما أننا مو أهل اختصاص شلون نقدر نستفيد من علم الرجال شلون نقدر نستفيد من هذه العلوم كلها. الجواب ما لا يدرك كله لا يترك كله صح إن في بعض الأمور إحنا ما نقدر نعرفها 100% كاملة لكن مو معنى هذا ما نروح نتعلم فيها ولا نمشي فيها خطوة خطوة. الطب كذي إحنا ما تعلمنا لكن نحاول نقرأ معلومات عن التغذية معلومات صحية ونبدأ نحاول نمشي عليها صح مع أننا نسمع الاختلافات في هذه النظريات نسمع والله الزيت صحي لا الزيت مو صحي والله الريوق شيء مفيد شوي الريوق يجيب لك سكر والحكي هذا واجد صح لكن احنا ما نروح نقول والله في تناقض خلاص احنا ما نقدر نوصل لنتيجة لا نروح ونسمع كلمات أهل الاختصاص ونشوف شلونهم يعني ينقلون لنا المعلومات ونتحقق من وراها. في العلوم الدينية المسألة حتى أبسط من هذه. في العلوم الدينية عندنا طرق واجد لتحصيل المعلومة منها الاطلاع على هذه الروايات. احنا حين للأسف لأننا في زماننا ما قمنا نشوف هذه الكتب فقاعدين نتكلم عن شيء غريب عدل لكن لو بدينا احنا خطوة بخطوة نراجع هذه الكتب راح نشوف ان عن طريق في طريقة تراكمية هذه الأمور كلها راح تتوضح لنا وراح نشوف ان من مسألة بسيطة ان اصحح لي رواية وان اعرف ان هذه رواية يقينية ولا غيرها. اجيب امثلة سريعة شوف مثلا مسألة ان حديث الغدير متواتر احنا ما نقول لعوامنا لا انتم ما تقدرون تعرفون متواتر ولا لا لا بالعكس احنا نقول لهم ترى أدلة التواتر هذه هي موجود في الكتب السنية كذا طريق موجود في الكتب الشيعية كذا طريق فلان عالم نص على التواتر فلان عالم نص على التواتر واللي يبي يروح يشوف الطبقة الأولى فيها كذا والطبقة الثانية فيها كذا اللي يبي يتعمق زيادة بيحصل هالروايات وبيشوفها شلون ان هي واضحة. هذا اللي كانوا ماشيين عليه اهل البيت كانوا دائما يدفعون اصحابهم ان روحوا طالعوا هذه الكتب. لاحظوا الائمة يقولون سارعوا إلى أولادكم بالحديث من قبل أن يسبقكم إليهم المرجع روحوا خلوا أولادكم يقرون الأحاديث. شوف مثلا المشايخ القدماء الشيخ الصدوق لما جاء كتب كتاب من لا يحضره الفقيه الكتاب كتبه لمين ما كتبه للمختصين كتبه للعوام كتاب الحديث هذا اللي احنا ما نشوفه اليوم ولا نعرف عنه شيء أصلا كتب بالدرجة الأولى إلى العوام. شلون
راح هو الى منطقه من المناطق نسيت الحين اذربيجان اظن او شيء، وقالوا له ترى في كتاب اسمه من لا يحضره الطبيب، من لا يحضره الطبيب هذا الكتاب سويناه حق اذا ما في دكتور شو تسوي، تروح لهذا الكتاب عدل. راح قالوا له اكتب لنا كتاب يسوي لنا نفس الغرض بالنسبه الى الدين. قال لهم زين اسوي لكم من لا يحضره الفقيه، والف الكتاب 4 أجزاء. وين عوام الشيعة عن هذا الكتاب؟ ما قاعدين يطالعون هذا الكتاب. لو بدوا يطالعونه راح يشوفون ان المساله تتغير. الكليني في الكافي في المقدمه قال الغرض الكتاب اصلا، شخص راسل له رساله قال له ابيك تجمع لي فنون الدين كلها في كتاب واحد يكفيني عن باقي الكتب. فنفس الشيء بالدرجه الاولى مكتوب له هذين. وبهذه الطريقه خلاصه الكلام عن طريق التدرج، احنا اذا بدينا نطالع هذه الروايات راح تتوسع ثقافتنا وراح نستفيد من المعلومات الدينيه بشكل كبير. مع التنبيه احنا ما قاعد نقول راح نصير مراجع وراح نفتي، الفتوى هي للمتخصص الفقيه. الوحيد اللي يجوز لنا نعتمد على فتواه من غير ما نطلب دليله هو الفقيه. ليش؟ لان جاتنا رخصه في هذه المساله. اما باقي الناس اللي تنقل المعلومات، هذه المعلومات احنا ناخذها ونستفيد منها ونروح نتاكد منها ونبني عليها، ومثل هذه المواضيع بهذه الطريقه يكون فهمنا للدين واجد افضل. لكن شوف لو يجي لي واحد لحي ما عرف يسوق السياره ويقول لي شلون ابي اتعلم سواقه، اقول له ايش لك السكان والجير والبريك والبنزين والسيارات تتلف عليك من هنا وهناك، مساله صعبه لا تقرب لها، عمره ما بيتشجع انه يروح يتعلم. لكن اذا قلت له ترى المساله سهله، روح جود السكان ومره مرتين تشتخلك هنا تدعم لك سياره هناك، لكن في الاخير ترى كلها 24 ساعه تدريب وتدش تراي 3-4 مرات واخرتها بتنجح صح. عقب ما تدخله بهذه الطريقه بتشوف المساله ما بتطوف عليه سنه واحده الا والرجال صار متمكن من سواقه السياره عدل. لاحظ زين العابدين ايش سوى. الامام زين العابدين كلنا نعرف انه كان ياخذ العبيد وكان يحولهم الى فقهاء. كان يسوي هذا الشيء ايش كثر يعني المده اللي كان يسوي هذا الشيء؟ عندنا نص يقول الامام زين العابدين ما كان يخلي عند العبد اكثر من سنه واحده. معناته الامام زين العابدين كان ياخذ العبيد في سنه واحده يخليهم فقهاء. شلون؟ لانه ما كان يقول يصك عليهم البيبان، يفتح لهم البيبان يقول لهم يلا تعلموا ابدوا، هم بس يدشون يزلقون ويبداون يقرون زياده، وذاك الوقت يدمن على هذه الكتب، ما يشوف روحه الا هو مطلع على امور كثيره واستفاد امور كثيره. مع التاكيد ما بالضروره هذا صار مفتي ومرجع وكذي، لكن قاعد اقول يستفيد كثير، وذاك الوقت الشبهات هذه كلها ما راح تاثر عليه. روايه اخيره اختم فيها الكلام اللي هو الامام الصادق يقول لو عرفتم امرنا من القران لم تتنكمكم الفتن. انتم لو تعرفون الامامه من القران مباشره ذاك الوقت الفتن ما تاثر فيكم، قد ما يشكرون عليكم والله الامامه فيها هذا الشيء وين العصمه وين كذي، ذاك الوقت انت راح تعرف تجاوب على كل الاشكالات. ليش؟ لان انت صرت عرفت الدليل ماله ومن القران وخلاص انتهى الموضوع بالنسبه لك صح. هذا النفس نحتاجه اليوم، نحتاج احنا العوام نندز ونبدا نطالع هذه الكتب وما نتركها بس الى اهل الاختصاص، لان هي بالدرجه الاولى اصلا كثير منها او بعضها لا اقل كان مكتوب بالنسبه لنا. زين هذا باختصار.